صافي كاين غير كاين روح كاين روح خويا حنا كنتعاونوا مع الشباب صحاب الامتحان ديال البكالوريا غادي نديهم في سبيل الله بالمجان غادي نبيهم بالمجان مضامنين معاهم في سبيل الله والله يوفق الجميع. المبادرة أول الهدف ديالها إنساني أول حاجة كنشكروا جميع الإخوان اللي التحقوا بنا باش ينقلوا التلاميذ مجانا للمقر جهاز الامتحانات ديالهم. المبادرة أولا إنسانية أولا قبل كل شيء إنسانية اتخذنا احنا كمكتب ديال جمعية الكرامة السائق المهني هذه المبادرة ديال تنقل بالنسبة للتلاميذ لاجتياز امتحانات البكالوريا ديالهم بصفة مجانية على أساس أن احنا كنعرفوا التلاميذ الصباح تيكون عند الضغط وخصوصا يوم الاثنين تيكون الضغط على الطاكسي. احنا حاولنا باش نوفروا لهم هاد وسيلة النقل باش يتنقلوا بكل أريحية. الحمد لله قلنا بان غادي التنقل غيكون مجانا الحمد لله الاخوان كانوا في الموعد وكاينين عده نقاط راه فيهم بحال بالنسبه لنا احنا هنا في نقطه جوهره الاخوان هما موجودين كاين نقاط اخرين على 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 صعيد الدار البيضاء. الحمد لله جمعيه الكرامه راه دائما في الموعد في بزاف ديال المناسبات هذه من المناسبات اللي احنا فيها في الموعد. هي راه مزيانه الصراحه كاين شي واحد المساكن كيضرب مع الطاكسيات وفاش لقاو دابا الطاكسيات عندهم موجودين راه مزيانه اليوم غادي يمشيو فابور وما غاديش يضيعوا الفلوس وكاينين موجودين راه مزيان. راه بعض المرات ما تلقاش طاكسيات كتبقى مضارب مع بنادم تشي الطاكسي كاين صحاب الخدمه حتى هما كيشد الطاكسيات هذا كيكونوا قلال ولكن من بنادم كاين دابا شويه كاين تقريبا واحد النسبه ديال الطاكسيات هنا خاويين وفابور راه مزيان ومخير باش تفرح التلاميذ لحقاش كاين هاد الامراض ديال كورونا بغيناهم ما يمشيوش في هادشي ديال الحافلات وهادشي ديال الترام وهادشي حيت كاينين الامراض بزاف وحنا التلاميذ ديال الجواره بغيناهم يكونوا يمشيو في احسن ما يرام فلهذا حنا ما بغيناش يتسبوا في التلاميذ في هادشي ديال الامراض وتجميع الكرامه خمات باش التلاميذ يمشيو في المدارس ديالهم بصحه جيده ويدوزوا الامتحانات ديالهم في احسن ما يرام وحنا بغينا هاد البادره نديروها لجميع التلاميذ باش يمشيو في امان ويجيو في امان وهما كيخرجوا متوترين من المنازل ديالهم فلهذا بغيناهم يمشيو ناشطين وفرحانين ويدوزوا الامتحانات ديالهم. هاد المبادره مزيانه تحت لينا فرصه باش ان شاء الله ما يكونش عندنا مشكل في وسيله ديال التنقل نهار ديال الامتحان باش وهذا المشكل ديال عائق ديال التنقل كيكون ديما في الصباح ديال الامتحان. هذه البادره حسنه داروها كاع مع جميع التلاميذ ديال الباك الحمد لله. بالنسبه لنا التلميذ غادي يجي لهنايا اي اتجاه فين غيدوز الامتحانات ديالو ديال البكالوريا غنوصلو. الاخ ديالنا يلاه دابا دار تحرك وصل التلميذ من جوهره غادي يجتاز الامتحانات ديالو في ولاد زيان يعني ما عندناش المسافات القريبه او اي اتجاه في اي مكان في الدار البيضاء غادي يجتاز هذاك التلميذ الامتحانات ديالو غادي نوصلوه ان شاء الله بامن وامان وغنوصلوه وغنوصلوه وكذلك غادي نموتيفيوه غادي نحاولوا باننا نموتيفيوه نضحكوا معاه نحيدوا ليه ستريس حيدوا لي تستريس لان احنا كنعرفوا الباك بان راه ماشي سهل التلاميذ راه في ظل هذه الجائحه في ظل هذه الجائحه اللي صابت العالم كامل التلاميذ راه داروا بريباراسيون ديالهم في ظروف شويه قاصحه سنه استثنائيه بمعنى الكلمه يعني المهم تتمناوا التوفيق للتلاميذ ديالنا.